الف شكر. طبعا احنا الايجيبشن جايد لاينز الهيستوري بتاعنا مش كبير قوي، يعني انا افتكر ان انا ما شفتش جايد لاينز او كونسنسس غير حاجات بسيطه، يمكن افتكر دكتور ياسر محروس عامل ايجيبشن جايد لاينز في المافلد او النافلد، وبرضه الدكتور محمد البرع كان عامل ايجيبشن كونسنسس على الهيليكوباكتر، يعني هي محاولات بسيطه جدا. فاحنا نفسنا ان شاء الله يبقى في الوت اوف ايجيبشن جايد لاينز، وبندعوكم جميعا طبعا وكل الاكسبيرت ان هم يكونوا معانا، وتبقى حاجه ان شاء الله بيكيولر للجفت باذن الله. بنشكركم والف شكر لكم جميعا. بنختم الجلسه وبندعوكم بقى كلكم ان شاء الله للانش. أظن أقصر جلسة الحمد لله.